بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي اللي بيشتغل الحقيقي على الريفت وبيطلع مشاريع، وانت بتقول له برنت، بتلاقي في مشكله ان انت بتقول له برنت ليميت لوحه، فبيطبع لوحه، وبعد كده لازم يجيب لك شاشه يقول لك انت عايز شايفها فين، فتقول له اوكي، فبتقعد تدوس اوكي كذا مره، تمام، في كل مع كل لوحه. بدل ما تخش تشتغل حاجه تانية او تتمشى او تعمل اي حاجه تانية او تصلي، هتلاقي بياخد منك وقت، لازم تقف قدام المقاس. فانا هنعمل برنامج بالداينامو يوفر علينا الموضوع دوت. فانا هاجي هنا من باكج عشان اسطب، هقول له عشان اعمل البرنامج دوت محتاج ان انا انزل باكج اسمها ارشي لاب، تمام. بعمل سيرش عليها وانزلها، واجي هنا اقول له بقى انا عايز اعمل البرنامج دوت. طب انا محتاج ايه؟ محتاج حاجه اسمها برنت بي دي اف، تمام، دي الاساس بتاعتي، تمام. وهبدا بقى اوصلهم بالحاجات ديت، يعني انا محتاج اديها كل المعلومات ديت. انا محتاج ان انا اديها الفايل باث، محتاج ان انا اديها الفيوز، محتاج ان انا اديها البرنت رينج، كل الحاجات دي. وفي الاخر هقول له في الاخر واتش، يعني اديني المعلومه ايه اللي هتبقى، تمام. ده اللي هخرج في الاخر. طب ايه اللي انا هبدا ادخلهم؟ عندي كام واحده؟ عندي 7 حاجات. الفيوز هقول له انا عايز فيو ست، تمام، اهي دي خاصة بالطباعة، تمام. محتاج اديله ايه؟ get views from view set، تمام. الحاجات دي لما بديله الأسامي ديت من قلب البرنامج، هو على طول يطبع. يعني هقول مثلا عايز الفيو سيت رقم كذا، كلنا نظبط فيو سيت، البرنت رينج، الكومبايند، الكومبايند ده يعني يدمج اللوح ولا لا، يعني انت عايزهم كلهم يطلعوا في بي دي اف واحده ولا عايز كل حاجه لوحديها، تمام. فاقول له اديني البرنت رينج، البرنت رينج ده البرنت رينج، بيقول لي انت عايز كرنت ولا السيلكت ولا فيزابل، تختار اللي انت عايزه. طيب الكومباين، طيب الكومباين عشان ابدا اختار هقول له بولين، بولين اهوت. طيب انا محتاجه فولس، يعني انا مش عايز يدمجوا لي كلهم في حاجه واحده. طيب اسم الطبعه، اسم الطبعه انا ممكن اكتبه، يعني ممكن اكتب اسم الطبعه، اعرف اسمها ايه واكتب له اسم الطبعه ديت هنا اهي، وادي له بس ايه، يعني مثلا ممكن اقول له ادوب بي دي اف، تمام، وراح مديله يعني وكابيتال كابيتال والسمول سمول، تمام. ده البرنت نيم، تمام. خلينا اخد دول كده اطلع بهم شويه. هقول له بقى البرنت سيتنج، بسيط، هو عايز مني ايه؟ البرنت سيتنج، هديله البرنت سيتنج، اي بكل بساطه البرنت سيتنج، تمام. طيب عايز مني الفايل باث، تمام، هديله الفايل باث، اقول له اديني فايل، يعني المكان اللي هسيف فيه، تمام، خد الفايل بس، تمام. يبقى كده ناقص ايه؟ رانت، رانت يعني اشغل الملف ده ولا ما اشغلهوش، ده محتاج يس او نو، هقول له بولين، والبولين دوت هخليه بترو بس كده. يبقى احنا عملنا البرنامج اللي يطبع، تمام، بس مجرد ان انا اكون ظبطت الفيو سيت بتاعتي في الطباعه، ادي له اسم الطبعه مظبوط اللي عندي، البرنت سيت اب، او مثلا الديفولت، ادي له المسار اللي هسافر فيه، يبدا يطبع لي الحاجات ديت.